مازال بشويه الروح اييه بشويه الروح حرقوا لي الصباع ديال رجليا حرقوا لي الصباع ديال رجليا مشيت للسويسي الناس عندهم 20 يوم الناس عندهم 20 يوم صرحوا لي العروق قطعوا لي الصباع قطعوا لي الصباع وخلوا لي جوج اخرين راهم هذه كي ودي حيد لي جوج صباع اخرين حيدوا لي غيتحرقوا لي عرفت من غيتحرقوا لي المهم العمليه ما تمتش هي هذيك خوروا الصباع كان هكا دلعوهم وداك الشيء انا كنت في البنج ما عرفتش نط لقيت البنطه في رجليا وداك الشيء داروا لي دير لي داك البيطالي من داك الشيء لا غدي خرجوني داك الشيء السوالي في ديال الحومه كنمشي للسبيطار ديال الحومه كنسواني كنطيح بعكاك قلت من الخصاصي ومن الخصاصي ما جي عندنا كنمشي عندهم تما كنطيح في السويسي كنزلقوا بيا داك الشيء كنطيح ما مولفش على عكاك رجع الخوات ولات كضرني يعني وقف عليها واحد العذاب ما شاء الله وصافي تعذبت بزاف كاع هذا الشيء الحمد لله على كل حال. وشنو السبب اللي كان في هذا الشيء هذا واش كتعاني من مرض السكري ولا شنو؟ لا ما عندي لا مرض السكري لا والو تبوش العروق كنت انا كانت الخدمه ديالي سيكيريتي كنت كنخدم سيكيريتي كنوقف بزاف قلت لك وصلت الوقوف تبوش العروق كنت خدام سيكيريتي ما دابا راني جالس ما خدام ما والو خمسه وليدات وما كاينش اللي يخدم عليهم كاع المراه انتم شفتوها كدير بالدروج دابا راهي كتصير الدروج ديال العماره كيعطيوها 5 دراهم على البارطمان كلشي يعطيها شي ما يعطيهاش شي عنده شي ما عندوش واش غادي نديرو ما شاء الله كنتمناو شي محسن ولا شي محسنين شي محسنين ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي غادي يوقف معانا ندير العمليه انا باغي ندير العمليه طالب لي 3 مليون في كلينيك بغيت ندير هاد العمليه هادي غادي يقطعوا من الرجل ولا شنو غيديروا واش غينقيو ولا يقطعوا الرجل ما عرفتش شنو غيديروا والله ما عرفت بالله المهم انا راه بغيت العمليه ندير العمليه كنطلب من الله ومن المحسنين الى ما يخو معايا باش ندير هاد العمليه هادي ومحتاج الدعم ولادي ما عندهمش الله غالب ملي كنت خدام راه الحمد لله حتى دابا الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال حتى دابا الحمد لله على كل حال يكون خير ان شاء الله كنتمنوا الخير من المحسنين من الله تبارك وتعالى الى شافونا وبغاو يدعمونا يتعاونوا معنا كتاخذ شي دواء دابا كناخذ هادي ديال الميكرو كناخذ واحد الفرامتين هادي ها هي هي ديال الميكرو كناخذ هي كناخذ هادي على الالم باش نعس ما غاديش نعس الا ما كانتش هادي كناخذ هادي كنت كناخذ شي دواء اخر على السلاليه شي دواء اخر على السلاليه تاهو هادي هذا كيشرو ليا الناس كي كيتعاونو معايا وانا ما عنديش الناس كيشرو ليا شي مرة ما عنديش مكتقدرش تعفط عليها ها؟ مكتقدرش تعفط عليها هاد الليلة مقدرش نعفط عليها لا ما نوقفش عليها ما ترنوش انا كاع دابا انا الا بغيت نهبط للدروج كيهبطوني الناس كيهبطوني الدار كيهزوني وتيهبطوني ويطلعوني عاوتاني يركبني شي واحد على ظهرو ممكن نهبط كاينش كنمشي لعكاكز مابقاش نمشي لعكاكز ولو كيجيو واعرين دابا كيجيو ليا السطار كندير ما حاجاكم حتى شي حدايا هنا كتجيبو ليا المدام هنا عندي ما ندير غير الله عندي ما ندير ما نقدرش نموت كاع انا نقدرش نموت كنت كنوقف على هاد الشرية من بعد تنفخت ليا دابا شكوات شوف الباك كيولى شكوات شنو السبب اللي خلى الحالة ديالك تدهور وتوصل لهاد المستوى السبب هو خدمة ديال الشيكة كثرت الوقوف كثرت الوقوف كثرت الوقوف بزاف واش انت مشيتي للسبيطار كانت رجلك بحال هكدا واش رجلك ملي مشيتي للسبيطار كانت هكدا اصلا مشيت للسبيطار كانوا الصباع ديالي محروقين تحرقوا الصباع بدا تحرقوا الصباع بدا تحرقوا الصباع باش الصباع يحرقوا قلت صافي خصني نمشي للسبيطار مشيت عندهم السبيطار شدوني وانا ما عنديش رميد الناس اللي وقفوا معايا الوجه باش طبعوا لي بلاكارت ناسيونال انا حيت كنت اجون سيكيريتي نخدم سيكيريتي ما يمكنش يكون عندي الرميد كنت عندي لاسينيسيس زعما شتي معاك تخلص على وليداتي كنت بخير اللهم لك الحمد حتى دابا الحمد لله ونشكره الحمد لله ونشكره ما غادي يخص خير حنا كنطلبوا الله والمحسنين يكون خير ان شاء الله الرحمن الرحيم هادشي ملي كنت خدام اما دابا راه استقبلوني في السبيطار استقبلوني في السبيطار حيدوا لي الصباع ديالي ولكن ما براوش هي رجلها خمجه دابا هي خامجه رجلها شو رجل كيلا حالتها كيدايره ما تعرفش رونديفو ها؟ ما تعرفش رونديفو عطوني غير رونديفو من 15 ل 15 واش كيديروا في 15؟ كيمشي كيشوفوها وصافي كيشوفوها كيطلعوا لها وصافي ما كاين حتى حاجه كيقول صافي سير صافي سير كيطلعوا لها كنبقى نمشي للسبيطار عاوتاني ديال الحومه تا دابا راه تحركت دابا راه تحركت صافي دابا تحركت دابا غير الدنيا عندهم او نمشي عندهم ما نقدرش ولكن ماشي عمليه هذيك انا بغيت شي عمليه تكون زوينه عند الله والمحسنين بغيت عمليه تكون زوينه هذه العمليه حفروا لي رجلي راه بقات حفرات وراه خمجات لي الرجل دابا راه خامجه حاليا وراه كنسير باقي حنا لتحت اقسم بالله ما تنعس بالله والله ما صرت هذه الكينه هذه الا نعست هذه ترمى هذه ديال الالم هذه ديال الصوم ديال البيع ما بغاوش يعطوها لي قلت حقك حقها هذه خطيره ما بغاوش يعطوها لي حيت خصك تجيب لهم دائما اوردوناج مع الطبيب دابا كيعطيوك يعطوني هذه وهذه مهمه هذه ما يعطوهاش لي باش كنتكرم شويه الناس
يتعاونوا معنا شي الناس يشوفوا عينهم يحنوا بقلبهم. رانا مكرفش بزاف تنعاني بصراحه والله ما تنعش انا والله ما تنعش الا مع الرجلات. حمد الله وشكرته حمد الله وشكرته ما تنعش وخمسه وليدات والزمان الظروف الحمد لله على كل حال. الله يبارك حنا راه كاري انا ماشي ديالي انا راه كاري كريدي راه كاري ما كاين ما كاين حتى السكنه ما كايناش راه كنملك ما عندي بالله حق الذي لا اله الا الله لا ملك لا والو وحنا كاسين هادشي اللي كاين هو.